في تقدير حضرتك كيف ترى دعوة منظمات المجتمع المدني وخصوصا المهتمة بحقوق الإنسان للحوار الوطني؟ هل ترى أن ذلك انفتاح من الدولة المصرية على التعامل مع هذه المنظمات؟ يعني بس خلينا نقول إنه لسه ما ادعوش لحد اللحظة اللي قاعد فيها معاك دي. حضرتك أحد أهم رموزهم. أنا موجود في طبعا، بس أنا عايز أقول إنه ما ادعوش، لكن أنا زي ما قلت لك هناك تغير ممكن يبقى بطيء، ممكن يبقى مش متشاف كويس، لكن المتابع ممكن يرصده. في تغير عموما في مزاج الدولة، يعني أنا رأيي إن مصر تغير من الدولة القوية، من الدولة العنيفة إلى الدولة القوية، وده تغيير درامي. يعني إحنا بعد 2014 كان السيد هو فكرة الدولة العنيفة، اللي هو اضرب احبس اقفل اعمل امنع روح جه كده، دي انا بسميها الدولة العنيفة. والدولة العنيفة مش شرط تكون دولة قوية، يعني العنف مش دايما دليل القوة، في بعض احيان دليل ضعف حتى. انما انا رأيي ان بقالها كده من 19، يعني طبعا جت كورونا قطع التطور، كان انا كنت رصده من 18 بس جت كورونا قطعته، و20 21 انتقلت من بتنتقل، ما انتقلتش لسه، بتنتقل بشكل تدريجي من مرحله الدوله العنيفه الى الدوله القويه. الدوله القويه بتقوم على فكره الرضاء العام، يعني دي الفكره، يعني قوه الدوله تاتي من رضاء مجموعه مواطنيها بشكل عام، طبعا مش بشكل تفصيلي، عن توجهاتها. واكثر ما يهم المواطن الى جانب الوضع الاقتصادي طبعا، انه ما يتضربش، ما يتحبسش، ما ياخدش على قفاه، موقع بيقرا جورنان ما يحجبش موقعه، مش عارف ايه، يبقى عنده ديبيت، تبقى افكاره مطروحه سواء تنفذ لا بس مطروحه عبر ناس. يعني انا رايي ان ده جزء مهم، وانا رايي انه ده لو مشي، وعندي امل كبير انه يمشي، ده هينقل الحوار، مش حوار وطني بقى، هينقل الحوار داخل المجتمع حاجه كبيره لقدام.